السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. الناخب الوطني وليد الركراكي أعلن عن القائمة النهائية التي سوف تشارك ببطولات كأس أمم إفريقيا 2024 في الكوت ديفوار، والقائمة للأمانة كانت متوقعة من الجمهور المغربي سوى بعض التغييرات البسيطة ولاعبين جدد انضموا إلى هذه القائمة، بداية من حرس مرمى ياسين بنوك العادية سادة، منير المحمدي، وكذلك لاعب الجيش الملكي مهدي بن عبيد. خط الدفاع لدينا الأظهرة أشرف حكيمي، نصر المزراوي، يحيى عطية الله، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز المصري ينضم إلى القائمة في مفاجأة رائعة للأمانة ولكل مجتهد نصيب، ويستحق أن يكون في المنتخب لأنه يقدم مردود كبير هذا الموسم. على مستوى قلب الدفاع القائد غانم سايس، نيف أكراد، عبد الكبير أبقار، يونس عبد الحميد، واللاعب الرائع شادي رياض لاعب ريال بيتيس المعار من برشلونة يقدم مستويات كبيرة ويستحق أن يكون في القائمة للأمانة. أما على مستوى خط الوسط لدينا المحارب سفيان أمرابات، أمير ريتشاريسون، أسامة العزوزي، عز الدين أناحي، سليم أملاح، بلال الخنوس، أمين حريث، وإسماعيل الصابري. كذلك خط الوسط فهو متوقع لاعبي شباب، لاعبي جيدين ينشطون في أكبر الأندية الأوروبية ويستحقون أن يكونوا في المكان الذي هم عليه الآن، ويستحقون التواجد في الكل لأنهم يشاركوا أساسي ويقدموا مباريات كبيرة مع أنديتهم في مختلف المسابقات الأوروبية. أما على مستوى خط الهجوم لدينا حكيم زياش، أمين عدلي، عبد الصمد الزلزولي، اللاعب سفيان بوفال يعود إلى المنتخب بعد غياب طويل بسبب الإصابة، يوسف أنصري، أيوب الكعبي، وطارق تيسودالي. طبعا هذه القائمة ضمت 27 لاعب الذي سوف تشارك في الكاد. حسب رأيي الشخصي الشيء السلبي في هذه القائمة هو عدم تواجد عبد الرزاق حمد الله للأمانة، لأن عبد الرزاق حمد الله كان في إمكانه تقديم إضافة قوية على مستوى خط الهجوم، لاعب يقدم مباراة كبيرة على الرغم أنه عانى من إصابات طفيفة في الأشهر الماضية، لكن عاد مجددا إلى ناديه. هل حقا عبد الرزاق حمد الله كان يستحق التواجد في هذه القائمة؟ لكن على العموم فهي قائمة جيدة بنسبة 95% وقائمة منطقية، لأن اللاعبين الذي في هذه القائمة هناك من لديه خبرة، هناك من يشارك مع فريقه باستمرار، هناك من يلعب بطولة أوروبية كبرى، ولاعبين جيدين على المستوى الفردي والجماعي، وكذلك منظومة الركراكي على لاعبين صاحبة الخبرات الكبيرة على المستوى الإفريقي مثل سفيان بوفال الذي غاب طويلا من سبب الإصابة، لكن يتواجد بثقة من المدرب وليد الركراكي، لاعب يمتلك خبرة على مستوى قارة إفريقيا وشارك في كأس أمم إفريقيا في السنوات الماضية، ويستحق من الأمانة أن يكون متواجد لأنه عندما غاب شاهدنا أن مركزه بقى فارغا رغم تواجد لاعبين شباب، لكن لم يقدموا الأداء المطلوب مع غياب سفيان بوفال. طبعا أنا أرى هذه القائمة منطقية وقائمة جيدة وقائمة ممتازة على مستوى الكرة الإفريقية. الكثير شاهد في صفحة فيسبوك يتحدثون أن لاعب وسط ميدان ليس لديهم بنية، وهذا شيء سلبي في المنتخب، لكن على العموم لاعبين في الوسط لديهم إمكانية فردية وإمكانية جماعية في إمكانهم أن يكونوا مصدر قوة إذا انسجموا بشكل أكبر مع المنتخب المغربي، خصوصا عز الدين أناحي الذي يمتلك إمكانية خرافية للأمانة لكن عطاؤه ليس بالعطاء الكبير في الوقت الراهن. بلال الخنوس يقدم مستوى كبير هذا الموسم ويستحق أن يكون أساسي في أشكال الأمانة، ولاعب صغير السن وشارك مع المنتخب المغربي في المباراة الماضية. كذلك إسماعيل الصبري يقدم موسم كبير بإمكانه تقديم إضافة، أسامة العزوزي لعب مباراة وحيدة مع المنتخب المغربي والكل أشاد بهذا اللاعب الرائع لاعب بولونيا الإيطالي، أمير تشاليسون نفس خصائص أسامة العزوزي في إمكانهم تقديم إضافة، أمين حارث وسليم أملاح الغنيين عن التعريف، أملاح الجندي المقاتل ويقدم عطاءات كبيرة وأثبت ذلك في المونديال رغم أنه كان يفتقد إلى جهزية لكن قدم مونديال استثنائي، وآمن حارث لاعب موهوب في إمكانه تقديم إضافة. على مستوى خط الوسط لدينا لاعبين موهوبين ولاعبين جيدين في إمكانهم خلق الفريق وصنع الفرص، وكذلك إذا كما قلت إذا انسجموا وعرفوا طريقة لعب على مستوى الكرة الإفريقية سوف يكون مصدر قوة، وسفيان أمرابط لاعب بدني قوي وفي الصراعات الثنائية يكون حاضر دائما. طبعا أراها شكلة منطقية، قائمة منطقية للكوت ديفوار. حسب رأيكم الشخصي ما هو اللاعبين الذين كانوا يستحقون التواجد في هذه القائمة؟ وإلى اللقاء.